يعني لما اكون انا بتكلم في توصياتي على اني اعمل دعوه لمنظمه الصحه العالميه لتبادل اللقاحات في التوقيت اللي العالم كله بيعاني من جائحه كورونا, واللي شفنا وفقدنا فيه كثير من احبائنا في كل العالم, واللي كانت العالم كله يعني تزلزل في هذه الجائحه, واللي على غراره اقتصادات دول وقعت, واللي على غراره بلاد قفلت, واللي على غراره شباب كتير فقدوا احلامهم سواء على المستوى الاقتصادي او المستوى المادي. نيجي نشوف دور مصر وهي بتسعى ان هي تكون بدايه الدعوه من عندها ان احنا نقدر نواجه هذه الجائحه بطرق علميه وبتوصيه حقيقيه ينفع اننا نتبناها من خلال المنصه الرسميه عندها. هتلاقي في ناحيه ثانيه السلم والامن في الوقت اللي فيه بيعاني الشرق الاوسط من الصراعات, وبيعاني دول كثيره جدا من هذه الصراعات, تدعو مصر لاقامه السلم والامن من خلال وضع استراتيجيه هامه جدا بتدعو لهذا الامر. هتلاقي ايضا عندي توصيات للتغير المناخي, احنا في هذا التوقيت العالم كله بيعاني من هذا الملف الهام, لما مصر تكون ليها باكوره التعبير عن هذه الاجنده الهامه ووضعها امام العالم اجمع علشان نستغل قدرات الشباب وامكانياتهم في التقديم على هذا الملف اللي بالتالي هيستفيد منه العالم كله, يبقى انا ما عنديش توصيه اقل اهميه من الاخرى, لكن انا عندي توصيه كل اهميه فيها موجوده من صانع توقيتها ومن صانع اهميتها للتقديم على مستوى العالم. فانا بشوف ان التوصيات هما 8 جواهر قدمتهم الدوله المصريه النهارده للعالم علشان تقدر تقول ان احنا كلنا, ويمكن ده شعار المنتدى, ان احنا معا نعود, وان احنا كلنا نقدر نصنع فارق في العالم, واللي كان في النهايه هو الانسانيه هي المنصه العامله والمجمعه لكل هذه التوصيات. صحيح. لو هنتوقف عند تغير المناخ, وشفنا قمه جلاسكو قمه كبيره بيحضرها يعني كبار قاده العالم علشان يتناقشوا في قضيه مهمه وهي تغير المناخ, لما يتم يعني توكيل الشباب ان هم يكونوا هم المشرفين على اقامه القمه دي على ارض مصر, شايف الخطوه دي ازاي؟ اولا من بدايه وجود او اختيار مصر لتكون هي المستضيفه لقمه المناخ في 2022, ده كان اختيار بالنسبه لي مكلل لمجهودات مصر في هذا الشان, لان مصر خلال الفترات اللي فاتت كان لديها اوراق عمل يعني قويه جدا ومؤثره جدا في منتديات عالميه وفي مؤتمرات عالميه, ادراكا لاهميه هذا الملف في المستقبل, وكان مصر كان ليها باكوره ايضا التحضير والتقديم على هذا الملف, وبالتالي كان من نصيب مصر الاستضافه, وكان مصر مؤهله لاستثمار هذه الملفات اللي قامت باعدادها الفترات اللي فاتت علشان تقدر تستضيف. كون ان انا الاستضافه ده لا يلغي ابدا ان انا من صنع هذه الملفات هم شباب الدوله المصريه, وبالتالي علينا الالتفات ان صانع الملف هو الاقدر على ادارته, فبالتالي كان هناك احد التوصيات وهي انه يدير هذه القمه الهامه جدا هو الشباب المصري باعتباره ان هو يعني مبتكر او صانع هذه الملفات, وده هيكون ملف عظيم جدا, وانا اتوقع ان هذه القمه سيكون لها تاثير على المستوى العالمي بمخرجات قويه جدا. شايفه ازاي حضرتك التوصيه الخاصه بانه شباب المنتدى هيكون هو المسؤول عن تنظيم القمه الخاصه بالمناخ واللي تم الاعلان عنها من دقائق قليله من قبل الرئيس؟ استغل سؤال لحضرتك واوجه رساله شكر لكل المنظمين على المنتدى وكل الشباب القائم على هذا العرس, لان حقيقي انك تقيم هذا الاحتفال في هذا التوقيت الحرج بدون اي يعني اقدر اقول عليها سلبيات تستدعي الغاءات او تؤثر على صحه احد المشاركين, وخاصه اننا معانا يعني 196 دوله, فاعتقد الموضوع امر حساس للغايه ان تدير هذه العرس بهذه الكفاءه, فانا اقدر اقول ان احنا كان عندنا كتيبه قادره انها تصنع الفارق وانها توجه رساله للعالم اننا مش بس قادرين اننا نوجه رساله سلام, لكن احنا عندنا جنود قادره تصنع المستحيل, واكتمالا لقوه هذه الجنود علينا اننا دايما نضيف ليهم المهام الكثيره, واختيار هذه الشباب هو مزيد من الثقه من قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ايمانا منه بقدره هذه الشباب على المزيد من النجاحات, واعتقد ان من هذه الثقه بتدي دفعه كده لهؤلاء الشباب ان يكون هناك مزيد اكثر من النجاحات ايمانا وعرفانا بالجميل اللي قدمه سياده الرئيس في هذه الثقه.